قناة هرمينا في هذا المساء الجميل. مساءنا ومساءكم ورد وياسمين. الضيف المميز بلش هلأ للساعة 11، رح نضلنا متواصلين معكم. ضيف اليوم مميز جدا، ضيفي من مواليد الكويت، وبدايته كانت في سن صغيرة منذ كان عمره 10 سنوات، في رصيده 3 ألبومات. يتميز ضيفي بصوته الدافئ وحضوره اللافت. قصة نجاح ما زالت ثمارها تروى وتكبر داخل قلوب أصدقائه بتواضع، وحجز قلوبنا معه عندما نسمع صوته الدافئ. خلوني أرحب بالضيف المميز لهذا اليوم، الفنان الأردني سليمان عبود. أهلا وسهلا فيك، نورتنا ونورت استديوهات قناة نورمينا. فناننا الأردني، أنت بلشت وكانت بداياتك بسن صغير، خلينا نحكي لما كنت تدندن، يعني ما كانت خلينا نحكي بشكل كبير وموسع، بس كنت تدندن بسن 10 سنوات. مين اكتشف صوتك؟ يعني أول شيء مساء الخير عليك وعلى مشاهدينا. البداية هي فترة، يعني بتكون فترة يعني من عند الله. يعني الاكتشاف ما كان في اكتشاف يعني، بس في ناس كتير ساعدوني على انه ادخل المجال الفني وانا صغير يعني بالبداية. يعني بعدين شوي واحد بتطور يعني، والحمد لله الاهل كانوا اولها شوي معارضين يعني، بس مش الامور يعني. بعدين لا 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 الحمد لله. طيب هلأ بعد مشوارك، خلينا نحكي اول اغنية بلشت فيها شو كانت إذا بتتذكرها؟ أول أغنية أديتها قدام، خلينا نحكي أكثر من 10. أول أغنية والله أنا مش متذكر زمان، هذا كانت كانت في مهرجان نجوم على الطريق في الكويت. نعم، كنت أغني. بداياتك كانت في الكويت يعني إجمالا. نعم. كانت أغنية يم الجفن الجارح لمين كيف وليش؟ لا بعرفش، بس هي كانت عجبتني وغنيتها في أول مرة طلعت على المسرح، أول مرة غنيت، شو انتابك شعور؟ أكيد الخوف يعني ولما بلشت بالأغنية وخلينا نحكي اشتد عودك وانت بتغنيها وشفت الجمهور كله مستجيب معك ومع صوتك، شو انتابك شعور؟ يعني هي البداية أكيد لكل فنان صعب كتير يعني، لما يكون على مسرح ويكون في ناس حتى لو كان أقلية من الناس، بس بنفس الوقت يعني هو بكون مش اللي هو الاحتراف انه ممكن يستطيع انه يعني يوقف قدام الناس ويغني وجمهور، هيك في خوف شوي يعني، ممكن نظرة واحد من الجمهور تأثر عليك. بالضبط، بس الحمد لله يعني الواحد. سليمان، شو بتعني لك أبو ردين؟ أبو ردين كثير بتعني لي بصراحة، لأنه أول شيء يعني حسين من الناس العزيزين علي. نعم. حسين السلمان، وكانت فكرة يعني في جلسة يعني إنه شو رأيك نسوي دويتو هيك. حلو، يلا شو الأغنية؟ تغن نفكر يعني. فطلعت معنا يا بردين، إن هي الأغنية جميلة يعني. نعم. أيامها للفنان ذياب مشهور. والحمد لله الله وفقنا فيها كثير يعني، ونجحت يعني نجاح والكل راضي عنها الحمد لله رب العالمين. احنا من خلال من نشوف شفنا كمان الفنان متعب السقار نحكي عنه شوي، وانت شاركته كمان بمهرجان جرش. متعب السقار اجمل شخصيه شافتها عيني. نعم. واخف دم في الفنانين كلهم، وطيب كثير، صوت ما سمعت زيه. خامة صوت ما سمعت زيها. خامة صوت مميز جدا. بالضبط. فنان بالأغنية الوطنية، فنان بالأغنية العاطفية، اختياراته جميلة جدا. نعم. مزوح، بيعمل مقالب، شاطر في هاي الشغلات. ايش المقلب اللي عملوا فيك؟ والله فيه انا مش متذكر، بس عملوا مع ناس كتير والله. يعني اكثر مقلب خلينا نحن نضحك. والله مش متذكر، بس هو عنده موضوع النكت ما تسأليش يعني. نعم. 5 دقائق مستحيل يعني تقعد بدون ما تضحك وهيك. يعني خفيف الظل وقعدة أحلى. كثير كثير حبيبي متعب. طيب احنا نحكي كمان على الجزء الثاني، مشاركتك معه بمهرجان جرش. مهرجان جرش شو بيعني لك؟ جرش مهرجان مهم، بس ما بدي احكي للأسف انه يعني
آخر فترة كان في لما بدون ما ندخل في أمور إنه مين استلموا ومين أخذوا من الأردن وزي الضمن وهيك، لا بس يعني هو مهرجان يعني كان أي مطرب نجم عربي بده ينشهر لازم يجي على جرش. هو كان حلم مع عمالقة الفنانين بالضبط. نعم. وأنا غنيت على الجنوبي الرئيسي أنا ومتعب وسهر عودي، كانت ليلة مميزة كتير يعني. نعم. حلوة كتير. نعم. كان زادت عن طريق زادت عن طريق نقيب نقابة الفنانين الأردنيين، بوجه لهم تحية. نعم. نقابة الفنانين الأردنيين. نعم. يعني إحنا بالنهاية لقائنا بدي أخذ منك كلمة لكل المشاهدين اللي بيحبوك وبيحبوا فنك. اللي بيحبوني أنا بحبهم، واللي ما بيحبوني أنا برضو بحبهم، وتحيات لهم، وإن شاء الله يضلوا بخير وسعادة ويضل هالبلد آمن خير. نعم خير وسعادة وآمن إن شاء الله. وشكرا لك أنت على خفيفة الدم، أنت مضيعة رائعة صدقا يعني. أنا ما بجامل بس فعلا طرحك للسؤال ما شاء الله جميلة يعني، والله يخليكي. شكرا. والله يخليك. وشكرا لنورمينا اللي أضافتنا، شكرا لنضال الخزالي. نعم. حبيبنا وصديقنا يعني، على هو كان الاتصال بيننا وبينكم. نعم. يعني شكرا لكم، شكرا لمشاهدينا. فنان الأردني سليمان عبود، أنت نورتنا وشرفتنا بالضيف المميز، وإن شاء الله رح يكون لنا لقاءات جاي مع أعمال مستقبلية بإذن الله. إن شاء الله. ورجعنا لكم مشاهدينا بالضيف المميز. الإخراج في أبسط صورة هو إدارة للعمل الفني أيا كان نوعه، يمثله شخص مسؤول شبه مسؤولية شبه مطلقة عن حالة الإخراج المسرحي، والمخرج يعتبر الأب الأول للعمل الفني وخصائصه المتمثلة في نوعية اختيار الفيلم والممثلين. ضيفي من مواليد 1971 من مدينة جرش، وهو دكتور في الفنون المسرحية إخراج وتمثيل. خلوني أرحب بالضيف المميز الدكتور فراس الريموني. أهلا وسهلا فيك. فيك أكثر. أهلا وسهلا. شرفتنا ونورتنا في استديوهاتنا. إحنا تنورنا. يعني لو نحكي شوي عن بداياتك، ليش اخترت؟ أنت درست طبعا بكالوريوس ودرست دبلوم ودرست دكتوراه كمان، كملت في الإخراج المسرحي، أو خلينا نحكي في مجال الإخراج. ليش مجال الإخراج؟ من متى بلشت تحبه؟ من أي سن؟ يعني هو لا شك هذا الجانب يعني في له علاقة بطبيعة الشخصية. يعني أنا وأنا صغير يعني دائما كنت بحب القيادة. نعم. والمخرج هو قائد العملية الإبداعية. ولما نحكي العملية الإبداعية إذا إحنا نتحدث عن أمزجة، ونتحدث عن رؤى، ونتحدث عن أفكار، مش سهل قيادة هذه المجموعة الكبيرة اللي بتكون من الفنانين ومن الأفكار ومن الكتاب ومن الفنيين. يعني ربما من البداية أنا كانت عندي هذا الحب للقيادة باتجاه الجمال يعني، وليس القيادة بالمفهوم السيطرة بالضبط. فهذا يمكن هو كان الدافع الحقيقي لأني رحت باتجاه الإخراج. رغم أن أنا درست في البداية يعني جانب التمثيل، يعني دخلت في جانب التمثيل، لكن وجدت نفسي أنه يجب أن أكون قائدا وليس يعني ممثلا يعني تحت رؤى وأراء يعني مخرج أو كاتب، برغم أنه الممثل كمان بيؤدي رسالة مهمة وله حضوره في طرح الأفكار، لكن المخرج حالة خاصة يعني في قيادة هذه العملية الإبداعية. نعم. رغم أنه الممثل يعني هي الناس اللي بتعرفه، المخرج دائما يعني هو الغامض، هو الإشي الجانب اللي إحنا ما بنعرفه. رغم أنه المخرج هو زي ما حكيت هو قائد الفن وقائد العملية الإبداعية، أنت اخترت أنك تكون خلف الكواليس وليس أمام الكواليس، ليش؟ هو بس حب انه حب انه انت تفرض آرائك المختلفه، ممكن انت اللي فكرك تطبقه على الممثلين وعلى القصه. يعني هو دائما الفنان اللي بده يقدم رساله للمجتمع لابد يكون عنده انكار للذات يعني، وهذا الانكار للذات الجزء الكبير اللي
المخرج يعني بيتحلى فيه، انه هو بيقدم فنانين كبار على المسرح، بيقدم حكايات بمعالجات ورؤى حديثة لكتاب ربما يكونوا قدامى أو حديثين. هذا جزء من إنكار الذات، وهو دور يعني رئيسي في بناء العملية الفنية. لابد أن يكون في هناك شخص ليس همه الوحيد أن يكون يعني يقدم نفسه للجمهور ك يعني كشكل إعلامي أو كشكل شخصي، لكن يقدم أفكاره، يقدم رؤى جمالية. هذه الرؤى الجمالية لابد أنه في جمهور خاص بيبحث من يخلق هذه الرؤى الجمالية، وهون بتكون فرحته أنه في حد يعني نخبوي بيبحث عنه وبيسأل عنه. طيب كمان حكينا عن الممثلين القديرين نوعا ما، أما الوجوه الجديدة في عندك يعني ممكن أنك أنت اكتشفت ناس جداد ممثلين سواء أو دربتهم أو حملوك عبء على عبء الإخراج؟ بالعكس، هم هذول الجيل الجديد هو اللي بيحمل الأفكار الجديدة، وهو يعني أنت بتحب هذا الجيل ولا الجيل؟ لا والله أنا بحب يعني الجيل الجديد بصراحة. نعم. لأنه يعني أنا أعتبر من الجيل الوسط، يعني الجيل القديم بصراحة لم يصنع شيئا لجيلنا احنا. نعم. يعني مشكورين على ما قدموا، لكن لم يقدموا قواعد حقيقية على يعني صعيد الفن، خلينا نحكي، بدناش نتوسع على صعيد الحياة بكل مجالاتها، ما قدموا بصراحة شيء مميز للفن. برغم انه يعني كان في هناك نجاحات وكان في هناك يعني سمعة للفنان الأردني، لكن هذا ما خلقت حركة فنية حقيقية قادرة انها تقف امام الريح. وبالتالي لاحظنا انه بلحظة الفن الأردني بأول زوبعة بدا يعني يهتز، هذا دليل انه ما خلقوا أسس حقيقية ممكن انها تقاوم هذه الموجات الثقافية او الضغوطات السياسية. انت بتعرف انه الفن الأردني تأثر بمواقف سياسية وبقرارات سياسية، وبالتالي احنا متفائل بالجيل الجديد. هذا الجيل الجديد الفن هو اللي بيعالج، خلينا نحكي، الأشياء أو القضايا الاجتماعية السياسية الموجودة بالبلد. كمان الفن بعكس ثقافة البلد، شو رأيك بهذا الموضوع؟ أكيد يعني ما هو الفن وين المناطق اللي بيشتغل فيها؟ بيشتغل بالدرجة الأولى بالساحة السياسية، والفن كله سياسي، يطرح آراء سياسية وأفكار سياسية ورؤى سياسية وينتقد السياسيين. بدي أحكي لك كلمات وترد علي كمان بكلمات. بغداد. بغداد هي عالم السحر. المسرح. المسرح هو روح الأمة. الأسرة. الأسرة هي الحضن الدافئ. الأم. الأم هي القلب النابض. الأردن. الأردن هو التاج على الرأس. الحرب والسلام. الحرب والسلام هي ثنائيات الحياة. عشيات الطقوس المسرحية. هي الأمل في تقديم الأردن يعني داخليا وخارجيا. دكتور أنت شرفتنا ونورتنا اليوم، وبس حابة أخذ منك كلمة لكل المشاهدين وكل اللي عم بيحبوك. يعني احنا بنحكي لجمهورنا انه الان هذا الان مرحلة تحول، وهذه مرحلة تحول يجب ان يكون للمواطن الاردني موقف منها، وهذا الموقف ربما يكون يعني على الصعيد الثقافي او على الصعيد السياسي او على الصعيد التعليمي او على الصعيد الاجتماعي. يجب ان يكون للمواطن الاردني موقف من لحظات التحول حتى تكون يعني حقيقية وثابتة لبناء مستقبل لجيل أبنائنا. نعم. شكرا لك دكتور فراس الريموني، انت نورتنا وشرفتنا بالضيف المميز.